اما ورتك يا كارما ما بقاش انا هايدي. الو يا يزن، انا هايدي، عاوزك تقابلني بسرعه. يعني مش فاضي النهارده؟ طب هتقابلني امتى؟ بكره. طيب ماشي، بكره نتقابل، وهبعت لك العنوان على الواتس. طيب تمام، سلام. نهايتك قربت يا بتاع اللي اسمك كارما انتي، اما وريتك. الو الو يا يزن، لا انا لسه صاحي دلوقتي. طيب مش هلبس بسرعه واجيلك. تمام، سلام. يا لهوي، ده اتاخرت قوي، لازم دلوقتي البس بسرعه عشان اروح له. يا ترى رايحه فين؟ انا لازم اعرف هي رايحه فين، ومين يزن ده. انا خلاص ما عادش في اي ثقه ليا ابدا. هي خاينه، انا عارفه ان في موضوع جديد. اقول لمازن ولا مقلوش؟ اقول له ولا مقلوش؟ لا مقلوش، هستنى الاول واعرف ايه اللي بيحصل. لازم اعمل نفسي نايم دلوقتي، بس كده مية مية، لما انزل بسرعه. يا ترى هي رايحه فين؟ لازم اعرف. مرات عمي؟ اهلا اهلا، صباح الخير. صباح النور يا بنتي، رايحه فين كده يا هايدي؟ رايحه اقابل صاحبتي، اصلا كانت عاوزه تعرف شويه محاضرات كده ما حضرتهمش. انتي بس النهارده الجمعه يعني، ما ينفعش تخرجي. وبعدين مازن قالك ما تخرجيش غير ما تقولي له. اصلا مش محتاجه اقوله يعني، اديكي عرفتي صح ولا ايه؟ ابقى قولي لي انت بقى، عن اذنك عشان انا اتاخرت. طيب تمام يا بنتي، ربنا معاكي، سلام. ايه ده مرات عمي؟ صباح الخير يا بنتي، راحة فين كده يا سارة؟ انا عاوز اعرف هايدي راحة فين. هايدي قالت انها راحة تدي شوية محاضرات لصاحبتها. ما اعتقدش، لازم اعرف برضه. وبعدين هو مش مازن قال لها تقول لي قبل ما تخرج؟ ما قالتلوش ليه؟ الله اعلم بقى، هي ومازن يخلصوا مع بعض، احنا ملناش دعوة. طيب ماشي يا مرات عمي، انتي رايحة فين كده؟ هنزل اشرب، اصل انا عطشانة. طب هو ما عندكوش مية جوه؟ لا اصل ما عندناش مية ساقعة، فانا عاوزة مية ساقعة. طيب تمام يا بنتي، انتي رايحة فين كده؟ رايحة اشوف ام مازن، مش هتصحى ليه؟ اصل متأخر يعني، مش عاوزهم بيصحوا بدري. طيب تمام. يوه يا زينة السودا، اديها مشت، كل ده بسبب مرات عمي، قعدت اتكلم معاها كتير وهي رغيها مش بتفصل. يو بقى هعمل ايه دلوقتي؟ انا كنت عاوز اعرف هي راحه فين. ماشي يا هايدي، ما وريتك. لا وكمان لازلت بتكذبي. هناك اهو. صباح الخير يا يزن. صباح النور يا هايدي، اهلا، اتفضلي. شكرا. حضرتك كنت طلباني؟ ايوه كنت طلبك في موضوع مهم جدا. طيب اتفضلي. انا مش كنت بقول لك ان انا بحب مازن ابن عمي؟ ايوه. والصراحة يعني مازن بعد ما نزل مصر حب بنت عمه التانية، ما بيحبنيش يعني. بنت عمه التانية دي حرباية، لفت عليه كده ازاي وخلته يقع في حبها، مش عارفة ازاي قتلتها وما ماتتش. وقالت لي مازن ان انا اللي قتلتها، انا اللي ضربتها بالسكينة يعني بمعنى الاصح. وعشان تعمل فيها دور الحنية وان هي بتخاف عليا وكده، قالت له ما تأذيهاش عشان خاطري ومش عارفة ايه. ومازن من كتر حبه فيها قال لها طيب تمام، بس هشد عليها شوية بقى، مخليني حتى لما اجي اطلع لازم اقول له اي حاجة، لازم اقول له عليها. وبقى بيعاملني بصراحة. مش صح انت قلت لي لما تعوزي تتكلمي معايا تيجي على طول وتقولي لي؟ ايوه طبعا يا هايدي، انا عاوزة منك طلب. عيوني ليكي طبعا، اتفضلي. انا عاوز اخلص من كارما دي، وانت الوحيد اللي تقدر تخلص منها من غير ما حد يشك فيك. اللي فهمه من كلامك ان انتي عايزين نقتل كارما. ايوه بالظبط كده، اعتبرها ماتت من. قولي بس امتى بتخرج من البيت لوحدها، وانا على طول هنفذ الموضوع ده. طيب يا يزن ماشي، ما تزعليش نفسك انتي، بس هقتلها قريب جدا. شكرا بجد يا يزن، مش عارفه انا كنت من غيرك هعمل ايه.
العفو مفيش ما بيننا شغل دلوقتي، لازم اروح، اصل مازن لو يعرف ان انا بره من غير ما اقوله هيقتلني. للدرجه دي؟ ايوه طبعا، ما بسبب الحربايه. اعمل ايه؟ طيب يا هايدي. طب ما وصل. لا ده لو شافك معايا هيعمل فيها من حبه قب. وبعدين انا مش عاوزه اجيب لك مشاكل معايا. سلام بقى. سلام. غريبه اوي البنات دي. يا رب صبر. هيا يا ساره، ناديتي كارما؟ ايوه ناديتها يا ماما، قالت انها بتلبس وجايه هي عشان تفطر. انا مازن لسه منادياه. هو قال لي ان هو هيغير هدومه وهيجي على طول. طيب تمام. امال فين هايدي؟ انا مش شايفاه. هايدي قالت انها نازله تدي لواحده صاحبتها محاضرات. بس نازل لو عرف مش هيرحمها فيها، لانه قال لها ما تخرجيش غير ما تقولي لي. وانت عارفين مازن لما بتعصب ما بيشوفش قدامه. اتمنى تيجي قبل ما مازن ينزل. يا رب يا رب مازن ينزل وتكونش هي لسه جت عشان تتكشف. صباح الخير. صباح النور يا بنتي هاي، تعالي اقعدي. اديت لواحده صاحبتك المحاضرات؟ الحمد لله جيت قبل ما مازن يعرف، اصل مازن كان لسه نايم يعني، وقلت مش اكيد مش هصحيه عشان سبب تافه زي ده. كتر خيرك يا بنتي، المهم ربنا يوفقكم. اللهم امين. ايه ده، امال فين مازن؟ مازن بيلبس ونازل اهوت. وكرمه برضو بتلبسه جايه. انا مسالتش عنها، ايه القرف ده. صباح الخير. صباح النور يا ابني. امال فين كرمه؟ كرمة يا ابني بتلبس وجاية. صباح الخير. صباح النور يا حبيبتي. صباح الخير يا كرمة. صباح النور. صباح العسل. صباح العسل ايه فظيع مازن ده بجد. صباح النور يا مازن. تعالي يا بنتي يا كرمة اقعدي. بقولك يا ماما. في يا مازن؟ انا هاخد كرمة وننزل ناكل تحت. ماشي كرمة؟ لا مفيش اكل بره، احنا مش هنعمل اكل ويترمى طبعا. يا دي النيل. طب هاخد اكل واكل انا وكرمة يعني على جنب كده يعني، فاهمين؟ في خصوصية، عايز خصوصية يعني. طيب ماشي يا ابني، استنى لما اغرف لك في شوية طبق تاكل انت لوحدك. انت يا ابني ايه؟ انت ليه مش هناكل معاهم يعني؟ عايز اكل مع الحرباية اللي قاعدة دي. طيب ماشي. طيب هتاكلوا فين يا حلو انت؟ هناكل في اوضه كرم عادي. هناكل عندنا، عندي انا. تمام ماشي. طيب يا بنتي ماشي. بألف هنا، استاذن انا بقى. انت مجنون بجد، ما كنا كنا معهم وايه يعني الحيره دي كلها؟ عادي يعني، قلت ناكل مع بعض احسن يعني. وبعدين انت مالك قافله الشبابيك كده؟ خلينا نفتحها. ايوه كده، خلي النور ربنا كده يدخل. لا اله الا الله. ماشي يلا اتفضلوا كل بقى. طيب كل انت لو والنبي. طيب ماشي هبتدي انا باكل. بصي بقولك، قول. على فكره شكلك حلو قوي بالطقم ده. شكرا شكرا جدا. وانت كمان شكلك حلو النهارده. يعني انا كده قبل كده يعني كان شكلي وحش؟ يمكن. بجد؟ بهزر بهزر يا عم، ما تعرفش تهزر. طيب تمام يلا باكل. طيب ما انا باكل اهو. لا اله الا الله. اذا لما اروح افتح الباب. كرمة. بابا اهلا وسهلا اتفضل. لا بس كنت عاوزك في موضوع. طيب تمام. بص مش عاوز اعطلك طبعا عن القعدة الجميلة دي. لا يا عمي عادي. بالنسبة لموضوع انك تشوفي اخوكي، عايزة تشوفيه النهاردة. تمام تمام بجد؟ اي والله. شكرا جدا ليك، مش عارفة اشكرك ازاي. خلاص بقى ما تفضحيناش. تمام تمام. طيب تمام ماشي. طيب ماشي كرمة ماشي. تمام. استاذن انا بقى. تمام. الحمد والشكر ليك يا رب، الحمد والشكر ليك. ايه ده هو في ايه؟ مفيش. بجد؟ والله مفيش. يلا انا خارج مع اصحابي النهارده. بجد؟ ايوه والله. تيجي معايا؟ لا انا كمان بابا عايزني في موضوع كده، فلازم اروح دلوقتي.
طيب تمام، اوصلك؟ لا لا ما توصلنيش، انا عارفه الطريق. طب اجيب السواق حد يوصلك اي حاجه؟ لا لا اصل انا عاوزه اتمشى شويه. تمام سلام. قال ياكلوا لوحدهم؟ قال ليه يبقوا ايدي عشان ياكلوا لوحدهم؟ ايه ده هايدي؟ كارما، امال انت رايحه في ده يا كارما؟ رايحه مشوار صغير كده. مشوار صغير؟ ويا ترى مازن عارف؟ ايوه مازن عارف. انت رايحه لوحدك ولا ايه؟ ايوه رايحه لوحدي، في ايه الاسئله دي؟ لا مفيش، بس بسأل يعني احسب رايحه مع حد. لا ما تقلقيش مش رايحه مع حد دلوقتي، لازم اروح عشان مستعجله. تمام. لما رن على يزن بسرعه. الو يا يزن. بسرعه بسرعه قابلني عند البيت. ايوه كارما نزلت. يلا بقى هات رجالتك عشان نقتلها ونخلص عليها النهارده. شفت قد ايه انا محظوظه؟